صباح الخير متابعينا في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية لثاني أيام رمضان المبارك في الأردن. نهار اليوم يتوقع أن ترتفع قليلا درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس، وبالتالي تسود أجواء ربيعية في أغلب المناطق، تكون حارة نسبيا في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم. تسود أجواء صافية، ترتفع درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية، الملموسة 19، الرطوبة حوالي 70%، أما الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ بالمنطقة الشمالية، ارتفاعات واضحة أيضا على درجات الحرارة، أجواء ربيعية بشكل عام. إربد طقس صافي 22 إلى 14، عجلون 20 إلى 14، جرش 23 إلى 15، والمفرق 23 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، نبدأ بالبحر الميت 28 إلى 20، مأدبة 22 إلى 14، عمان 21 إلى 13، البلقاء 20 إلى 14، والزرقاء 24 إلى 15 درجة مئوية، مع أجواء مشمسة بشكل عام. المنطقة الجنوبية أيضا أجواء مشمسة ومستقرة وارتفاعات واضحة على درجات الحرارة، الكرك 23 إلى 14، الطفيلة 22 إلى 13، الشوبك 19 إلى 12، معان 25 إلى 12، أما العقبة تسجل 30 إلى 20 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية، نبدأ بالأزرق، تسود أجواء صافية 27 إلى 15، الصفاوي 26 إلى 13، أما الرويشد 25 إلى 14 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.